الشهر يناير من عام 2018 بلغ عدد التراخيص 52 ترخيص بحجم تمويل يفوق ال 309 مليون ريال. لما نشوف شهر فبراير أيضا كان في منحة الهيئة العامة للاستثمار 32 ترخيص بحجم تمويل 275 مليون. هذا كله يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي ومتانة السوق السعودي أنه جاذب للاستثمار. أبرز القطاعات اللي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار هي قطاعات استراتيجية، عادة تكون أهم القطاعات هي قطاع الصحة وقطاع الأدوية، الصناعات الدوائية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الصناعات التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، قطاع التعدين بشكل عام، السياحة والثقافة. كل هذه تطمح الهيئة إلى أنها تستقطب هذه القطاعات وتحتضنها في المملكة العربية.